هذه الشالة إهداء من أم العروسة أم سلمان إلى عروستها غالية، فألف ألف مبروك. على رقص الجعفرية المترف اللي مثيل البدر طاريها، يا غالية اقبلي كالبدر زاهية، خلي البني من حالتك تصف قديها، كل لك يا الأميرة يضرب تحية، يا الفاتنة اللي يا ويل اللي يماريها، بك الدلع والغنج للزين ماريا، يا درة بالحلا محزن وتحمي مباديها من لمس الجعفري والاسم يا حيا، قبيلة بالفخر ترقى لعاليها، أهل السطر والظفر والمجد والهيا، يشهد لها المجد حاضرها وماضيها، يا مرحبا يا هلا بالضيف يا حيا، ترحيبة من صميم القلب قاضيها، يا مرحبا يا هلا بالضيف يا حيا، وحلا هلا باللي شرفنا بها الجاية، عد الخيال وعد الفرق الا ما فيها، يشوش راسي على رقص الجعفرية، المترف اللي مثيل البدر طاريها، يا غالية اقبلي كالبدر زاهية، خلي البني من حالتك تصف قديها، الكل لك يا الأميرة يضرب تحية، يا الفاتنة اللي يا ويل اللي يماريها، فيك الدلع والغنج للزين ماريا، يا درة بالحلا محزن ظاهيها، مبروك مبروك فرحك احلى حورية، والله تبارك بالالحان نهديها، وام العروسة الاصيلة السنادية، كل الهنا والسعد هاليوم يكسيها، ام سلمان اللي وصايفها خيالي متفردة وطيبها من طيبها ليها، وابوك يا غالية له فزعة حية، ابو فيت اللي للجزرات راعيها، واخوانك اهل الفخر رسن كبارية، رسن تعز الوفا وتحمي مباديها، من لمة الجعفري والاسم يا حية، قبيلة بالفخر ترقى لعاليها، اهل السطر والمجد والهاية، يا شكلها المجد حاضرها وماضيها، يا مرحبا يا هلا بالضيف يا حيا، ترحيبة من صميم القلب قاضيها، 4-8-0-2-1 للاتصال من خارج المملكة 00-966-5-3-3-3-4-8-0-2-1